الكاريزما بشكل عام والمظهر الخارجي للشاعرة، هل هو سبب وصول الشاعرة إلى بر النجومية وتنطيها مساحة من الشهرة، لو هذا الشيء ما له علاقة؟ واضح السؤال، واضح السؤال. شنو طبعا جوابت؟ أكو مقولة الإمام علي عليه السلام تقول لا تسيء، لا تسيء اللفظ وأن ضاق الجواب. فإحنا ما راح نتطرق لأي اسم شاعرة وإن كانت مسيئة للشعر، بس باعتقادي أنه شكل القصيدة هو أهم. شكل القصيدة، شكل القصيدة هو أهم من المظهر، لأن القصيدة الحقيقية توصل للناس والنخبة، توصل للنخبة والناس اللي تستذوق الشعر. أما المظهر، يعني أنا اليوم مثلا اهتميت بمظهري أو مظهري غير لائق عذرا المشاهدين، راح يكون عند جمهور. نعم. بس هذا الجمهور مؤقت، يعني حتى لو أنا غبت فترة ما راح يذكروني، لأن التركيز على اليمن على المظهر. بينما من أقدم قصيدة حقيقية راح أترك بصمة، حتى لو أختفي أنا تارك بصمة. جميل جدا. فالفكرة اللي أريد أوصلها، كل الفنون بالعالم تتخلد، الرسم والتمثيل والطرب، بالإضافة إلى سيد الفنون وهو الشعر، شلون ما يقولون عن الأدباء. فالفكرة اللي أريد أوصلها أنه المظهر ما يوصل للنخبة والناس اللي تستذوق الشعر، يوصل الفئة بعيدة عن الشعر ومؤقتة. ممكن خلينا أقاطعش، ممكن أنه بعض بناتنا أنه هي تلبس يعني هذا الزي السفور، تمام، ولكن عدها إبداع. بس وين المشكلة؟ لا ماكو مشكلة، لا كل من حرب لبسه ومظهره، بس القصيدة أهم. القصيدة، القصيدة أهم. زين، سؤال أستاذ. جواب. أنت اليوم داعيني على شنو؟ داعي شاعر. شاعرة لو على مود مظهري لو على مود قصيدتي؟ ما لي شغل بمظهري، أنا جاي أريد هذا المادة اللي عندك.